السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا، مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات تاع داود عمروش، يعني وين لعاب هذا تاع كرة اليد، يعني وين يكشف المسطور بخصوص طريقة التسيير الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد، ويحمل الوزير الحالي كل مسؤولية بأنه هو الذي أبعد أصحاب الاختصاص، هو اللي بعد أصحاب الاختصاص بسبب تاعو شو وين وصلت هذه، باش يكون على بالكم جماعة، وين بعد أصحاب الاختصاص بكل مقاييس. بعد علاه تجي واحد يقول لك لا لا ما كان ما دخلوا لا الوزير شد، كي الوزير شد دخله، كي الوزير شد دخله، كي تجي تقول لي الوزير شد دخله، كيفاش انتم تقدموا ناس ماشي اهل الاختصاص، يروحوا يقولوا ناس تاع اهل الاختصاص. داود عمروش اعرف خبايا كرة القدم، كرة اليد، خابين في كرة اليد، لعبها سيرها مدرب خناس فيها، صح سيلا خدام في وقتهم كانت خدمة الدور كانت مليحة، وهذا علاه بعدوه، هذا علاه بعدوه، علاه تروح تبعده انت يا ما نبعدش لعاب انايا، انا درو كيخرج انا مايغري نحترم درواز، صح نحترم درواز، بصح هذا كي يهدر هذا راه عنده يعني خبايا، انا شي صوالح ما نعرفهمش، انا نعرف درواز كمدرب، نجح كمدرب، صح اليوم كي يهدر يهدروا اهل الاختصاص، انا نسكت، انا فاني يقولوا لي هذا درواز، فاني يقولوا لي هذا عادل عمروش تعرفوا وصاحبك، يقولوا لي تعرفوا تعرف هيك، خاطش ولينا نهضروا على واحد، يقول لك لا هذوك يخلصوا هذوك خالصين، ما نعرفوا ما يعرفني ما نتبعوا هكا، على قلت لكم بكري كنا نتبعوا كرة القدم وكرة اليد، كرة اليد فين كانت شايعة؟ سبع ألقاب وسبع خطرات واصيف، يعني تحسبها 14 خطرة، سبع خطرات فينال وسبع خطرات رابدينها، تسمى 14 فينال رابدينها سبعة ورايحت لهم في سبعة، شو كيفاش؟ وشكون في وقتهم شكون اللي كان يلعب اصاحبي، يقول لي شكون اللي كان يلعب، نقول لك كانت بعندا تونس مصر الجزائر مستعمرينها، مستعمرين كرة اليد الإفريقية، تولينا نخسروا مع اثيوبيا وقيلة ما عرفتش خسرنا وقيلة وزدنا، من بعد زدنا مدينا ريسانا باللي غادي نخسروا مع مصر قدامنا نلعبوا مدينا عناقنا. بعد يجي يقول لك جينا بين 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 خدمه، شنو تخدم انت يا شنو تخدم، وين الخدمه اللي جايه، وين وين خدمه، وين نورمال نورمال، هذا كان محافظ تاع الالعاب، كان يعني عيب يتكلم بهذه الصراحه بهذا التصريح، خاصه كاين جانب هنا في الجزائر سوني لي لو ليو ني المومون وي لا راتي لوكازيون باش يدلم شوف كورت ليد، باش نريبوندي لو باك الفريق الوطني لي كورت ليد، احنا انا ماناش مهبل، مواد جونفي 2021 مواد جونفي 2021 شارك بطولة العالم، مواد مارس شارك في البطولة باش تورنوا كاليفيكاتيف جوز اولمبيك في المانيا، هو علاش هو يقول عامين، هو يقول عامين خاطر لو حاكم ديريكتوار اللي فشل دوكا في ديريكتوار، انا دوكا نهضر على الديريكتوار، الديريكتوار اللي فشل بن جميل كان لاعب تاعو وبالمغسولة اللي جابو او دارو هو يتحكم في الفيدراسيون، يعني خاطر ليزون بروفيتي بلي الوزاره لا غاد ما كاش اي غايبه، اي غايبه خاطر المشكله هذا كاع وزير الشباب والرياضه هو اللي يتحمل المسؤوليه تاع كره اليد، نحى ناس باغ اكزومبل وزير الشباب والرياضه كان لاعب تاعو وبالمغسوله اللي جابو او داروا هو يتحكم في الفيدراسيون، يعني خاطر ليزون بروفيتي بلي الوزاره لا غاد ما كاش اي غايبه، اي غايبه خاطر المشكله هذا كاع وزير الشباب والرياضه هو اللي يتحمل المسؤوليه تاع كره اليد، نحى ناس باغ اكزومبل وزير الشباب والرياضة ليزون بروفيتي بلي الوزارة لا غاد ما كاش اي غايبة، اي غايبة خاطر المشكلة هذا كاع وزير الشباب والرياضة هو اللي يتحمل المسؤولية تاع كرة اليد، نحى ناس باغ اكزومبل وزير الشباب والرياضة، نحى كريمة طالب سيسبونداها عام
سيسبوندا بعد الحال على سيسبونسيون هي كانت فيتي بلي الوزاره لا غاد ما كانش غايبه خاطر المشكل هذا كاع وزير الشباب والرياضه هو اللي تحمل المسؤوليه تاع كره اليد نحى ناس باغ اكزومبل وزير الشباب والرياضه نحى كريم مطالب سيسبونداها عام سيسبوندا بعد الحال على سيسبونسيون هي كانت مو فيديرال وتخدم الكره اليد عندها فريق واحد في بو مدرس عندها 4 سنين من طلعت راح تشارك في البطوله العربيه البطوله الافريقيه للانديه راح جاب بن جميل عنده 20 سنه هو حاكم فريق لي كاستور في ورد ما نجمش يطلع ديك سيونس في الجزائر يجي يسقم لنا الهوندبال وتقول الناس على الناس مجرمين عيب عليه انا شوي با داكور انا لي ما ديسي انا خاطر علاش او جاي باغير مور كره اليد خاطر هو يكره كره اليد خاطر ما فوطاوش عليه صح هو نسى حاجه انا نقول له سي عزيز درواز ريبوندي لي في 2013 شحال من فريق دار في البطوله الاولى 28 وحكي للناس كيفاش طلعت النادي ورقلة ما كانش عنده الدروا يطلع كيفاش ولا 29 انت الاول اللي بديت وهادو متبعوك شو كيفاش يعني تبعها مليح تندم كي تبعها تندم انت شي حاجه تبعها تندم عليها تبعها تندم وين ضربك شن غادي نتبعو دونك لازم نتبعو يعني ما تقبلش تبعنا الله غالب ابو دعبي الناس هاي كل واحد وراه على الدراح واحد منا واحد منا ما عندك ما تتبع هاي ماشيه مهبوله وصايك هاي ماشيه مهبوله هاي مهبوله عطوها دواها خلوها تبرع شتا وحده مهبوله عطوها دواها خلوها تبرع لازم لها دواها باش تبرع ودعبي هذه اللي انا نشوف بها اللي قلها دواها باش تبرع هذه دروك شنو غادي نديرو دروك دعوة مريضة دبروا لها دواها عطوها دواها خلوها تبرع ها ما كاش كيف تحلها انا شحال من خطرة نقول لكم يا ودي يا جماعة اللي يعني كيما يقول لك انا يا نورمال هذا كان محافظ تاع الالعاب كان يعني عيب يتكلم بهذه الصراحة دروك انا شحال من خطره نهضر لكم شنو نقول لكم يا جماعه اللي من تحت ارطار الارض قلب كلش هذاك الدود اللي راه ياكل ويمص هذا كي طلعه فوق السمش خليه يموت وحده خويا ديك الدوده تموت تقتلها السمش انتوما مادام دايرين عليها الظل مادام الدوده تكبر 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 خلي الدوده تكبر الدواء تاعها باين الدواء تاعها باين هذه من التالي خويا ما غاتش غادي ما 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 عندهاش نقول كيفاش ما عندهاش الدواء تاعها ماشي ما عندهاش الدواء تاعها يعني اللي قالها ناس اختصاصيين اللي وزير اختصاصي وزير يكون واقف يضرب بيد بحديد وزير لازم وزير مولاها هذه اللي نتمناو ان شاء الله بربي بلك يجوا ناس اختصاصيين هاو ولا واحد مريض من القلب تروح تديه عن تاع لي ستوما هاو ولا واحد مقروض تروح تديه عن تاع الراس هذا الطبيب تاع الراس تاع الراس تاع الراس الطبيب تاع القلب تاع القلب الطبيب تاع لي ستوما تاع اللفات تاع اللفات تاع القرص تاع القرص هاو ها ها تهموا روحكم هاو نتوما راكم مول الفراشيط راكم تعطوه المغارب هم المغارب راكم تعطوه فراشيط ها بزاف ها بزاف كي تهدر نولو مشي ملاح يا ولي يا عجب رانا كي نهضرو هذا كي والو هذاك صعيب هذاك يا ودي لا لازم كي شوف شوف دروك الله ما فهمنا كاع اسي تخدم ناس راحت ناس قلعت راحت حنا رانا مولينا في الرياضه والله رانا مولين ناس راهي ورا المغرب كاع المنتخبات تاعها كي نسا كي رجاله في الالكترونيك كاليفا وكاع كوب دي موند كاليفا وكاع كوب دي موند هاري المغرب هاري المغرب كاليفا وكاع كوب دي موند وحنا راسك ما ربتهاش بسبب مسؤولين هذا راه قال لك عادل عمرو شنو قال لك تحمل مسؤوليه هذا الوزير مش راك طايق وخر خويا ما راكش من الجمله وخر حط الاستقاله تاعك تا الاول
المبادره تجي من عندكم، بعد يجوا صحاب الاستقالات موراك ينشعوا هيا نروحوا ويا ما نجحناش. عاجباتك عاجباتك دق دق قام